صباح الخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم مع فيديو جديد. لأول مرة كيشوف القناة ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي سهلة وزوينة، اللي هي الخضر في الفرن لا شابلور على طريقة الإيطالية، وغادي نرافقوه بالدجاج اللي غادي ندير له تتبيلة خاصة بالأعشاب المنسمة ولا موطارد. وبقوا معايا غادي نوريكم الوصفة طريقة التحضير. حاجة غادي نحتاج الدجاج، لا موطارد، بودرة ديال الثوم والبصل، الأعشاب منسمة، اليوغورت طبيعي، الملحة، التحميرة، والهريسة على حسب الذوق. أول حاجة غادي نديرو الدجاج ديالنا، معلقة ديال التحميرة أو جوج معالق على حسب الدجاج البنات اللي دايرين نتوما، الكمية مليحة ما تكتروش، حيت لا موطارد ديجا مالح، ديرو غير شوية ثومة، بصلة، جوج معالق كبار د لا موطارد، جوج معالق كبار اليوغورت، أعشاب منسمة، دو معلقة الهريسة. بالنسبة للأعشاب منسمة ممكن ديروا اللي بغيتوا، ديروا أزير، الزعتر، الحباق، داكشي اللي كتوفروا عليه ممكن تتبلو به الدجاج ديالكم. بالنسبه لي انا غادي ندير هذاك اللي واجد اللي مجموعين فيه الاعشاب منسمه هو اللي غادي نستعمل. وبالنسبه حتى البودره ديال الثوم والبصل اللي ما عندوش يكتفي غير البصل العادي والثوم العادي، غير يحكم في شي حكاكه رقيقه وصافي ويتبل الدجاج ديالو. بقاو معايا نوريكم طريقه التحضير. من بعد ما تبلنا الدجاج ديالنا وديك لا مارينات كتدخل فيه مزيان، كنفلحوا الدجاج باش ديك لا مارينات كتدخل حتى لداخل، نخليوها هكا ترتاح شحال ما قدينا، ساعه ساعتين ثلاثه تسويع. واللي ما عندهاش الوقت ممكن تخليه حتى دابا، تغطيه غير بورق الفرن ومن بعد تغطيه ببابي الومنيوم وتخليه الفران. كنغطيو الدجاج ديالنا بورق الفرن بحال هكا وغادي نعاود نغطيه ببابي الومنيوم. بعد ما غطيناه دابا غادي نخشيو في الفران على درجه حراره 180 درجه، يكون الفران سخون ومره مره نطلعوا عليه الدجاج دغيا كيطيب. بالنسبه للخضر ممكن ديروا اللي عندكم، انا خديت الفلفله والدنجال بصله وبطاطا، غادي نقطعهم على هذا الشكل صبيعات كلهم. بقاو معايا تشوفوا الطريقه. بعد ما قطعنا الخضره ديالنا على هذا الشكل دابا غادي ندوزو نصايبو التتبيله ديال لاشابلور. كنديرو لاشابلور بحال هكا، كنزيدو مليحه، كنزيدو الابزار، بودر ديال البصله،
اعشاب منسيمه ما قلت لكم ممكن ديروا اللي بغيتوا. كناخذوا الخضره ديالنا كنديروا نفس التتبيله اللي درنا في لا شابليور كنديروها هنايا. نديروا زويته بلديه كنخلطوا هادشي مزيان حتى كيتجانس مع بعضياته. حتى كتولي على هذا الشكل. دابا غادي نديرها في لاشابلور ومن بعد غادي نحطها في اللاطه اللي غتدخل الفران. كنستفوها بحال هكدا في اللاطة وكندخلوها للفران. الخضرة دغيا كطيب ما كطلبش وقت بزاف ومرة مرة نقلبوها. الريحة بنات كتعطي من الفران، غي جربوها البنات ما غاديش نضمنو. طريقة سهلة وما فيهاش بزاف ديال الوقت على الطريقة الإيطالية. مرة مرة نوعو شوية، ديما الأكل المغربي ديما الأكل المغربي، وما كاين ما أحسن من الماكلة المغربية ديالنا الطبخ المغربي، ولكن كنبغيو شوية نوعو حتى الطبخ الإيطالي نعطيو حقه. وهنايا منين جيت أنا لهنا وبديت كنتعلم شوية بشوية راكم عارفين، ومرة مرة الواحد يبدع ويبدل شوية الروتين ديال الماكلة ديالو. خديت الدجاج ديالي والخضرة في الفران يطيبو ويتحمرو ومن بعد بقاو معايا باش نوريكم. وهذا هو الطبق النهائي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبصحة وراحة. تلقوا فيديو جديد، تلقوا مع فيديو جديد. السلام عليكم.